إذا جاء النص للتوكيد والحث فلا مفهوم له، وقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. الزوجة التي ليست مسلمة كالكتابية واليهودية والنصرانية فيجوز لها أن تكتم ما في رحمها؟ الجواب لا، لكن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر من باب الحث والحظ.